والله واحد عمره كبير بالثاني متوسط وصغير والثاني البنية بالثالث أصغر واحد أصغر واحد هذا أصغر شيء مالي عمره سنتين زين شنو هذا تقول لك إيجار لا لا زراعي من ماتي قاعد زين راتب هاي عندك لا والله يا ستة وزوجك ما أعرف هذا التاريخ هذا التاريخ صار الجيل يعني هذا موجود بالصورة يا صارت كيف سبب ماتت؟ هذا سنتين؟ مرة سرطان وكارون اللي هو بس كده ترى عيشت على الجيران وعلى أهلي هاي هم خطيه تستلم راتب رعاية وتطيب وأطفال في مدارس كلهم؟ مدارس والله هسه هذا المدير كانوا يمشون مشي المدير تبرع لهم قال هاي من الحد ما يخلص امتحانات أنا أعطيهم كرم الناس تبرع يعني تبرع يا خي دقدق كلهم دقدق ما أقدر عنده هذا واحد من الجهال والله رحت المستشفى جيت لقيت حارق الغراض أطير والله المؤسسة تبرعت لي اشترت لي غوفية جيت ما عندي حتى غوفية والله أريد من الله منك مساعدة كيف أساس البيت؟ أنا غراض لا عدكم بطانيات شنو غراض بيتك؟ بنكاتا عندي خربانة والله إن شاء الله أنتبه حقك هاي المساعدة جيبيتها؟ لا شرح مرة